السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من شيوة أم يوسف، اللي إن شاء الله تحت طلب واحد الأخت اللي كانت طلبت مني طريقة ديال زعلوك إكسبريس. غادي نحضره معكم اليوم، بغيتي سهل بزاف وسريع، تيتوجد تقريبا في 10 دقائق تيكون واجد. اللي كنحتاجو له عندي هنا كمية من الباذنجان مغسول جيدا، وطماطم، يعني هنا خديت 3 ديال الباذنجانات او البنجالات ومعهم 2 ديال المطيشات. بالنسبه للتوابل عندي هنا معلقه صغيره من الكمون، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر او التحميره، عندي هنا سكنجبير، قزبر معدنوس، 2 معالق كبار ديال مركز الطماطم، الثوم، وملعقه صغيره من الملح. اذا الطريقه هي سهله بزاف، وانا وعدتها باش غادي نحطها على يعني في فيديو مستقل. اذا بسم الله، اول حاجه كنقطعوا الدنجال ديالنا، تنقيو على هذا الشكل، هذا ما تنحيدوش له القشره كامله. كنقطعوه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطماطم تنغسلها مزيان وما تنزولش ليها القشر ديالها، فيه واحد اللذه اللي كتكون زوينه بزاف، يعني حتى في الحريره ما تنحيدش ليها القشره. يعني جربوا هذه الطريقه، ان المطيشه ديروها هكا في القشره ديالها. تنقطعوها حتى هي مكعبات. اذا كما كتشوفوا الطماطم قطعناها طرف كراب كبار، يعني كلشي غادي يطيب، وحتى الدنجال غادي نقطعوه مكعبات كبيره. اذا بعد ما قطعت الدنجال ديالي ومطيشه كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا وطروف كبارين، دابا غادي ناخذ الطنجره ديال الضغط، ناخذ طنجره وتنوضع فيها الدنجال. هذا الدنجال هذا كيطيب بدون اي نقطه ماء. كنضيف الملح او حسب الذوق، حتى الثوم قطعته هكا كبير، وغادي نضيف هاد التوابل كلها في خطره واحده. وغادي نضيف زيت الزيتون، ما ذكرتوش لكم في الاول، تقريبا واحد ربع كاس من الزيت، وسيب غير يدام حتى النصف كاس من زيت الزيتون، صافي. وتنسدو عليه، تنوضعو في طنجره الضغط وتنسدو عليه، وتنديرو الصفاره، العافيه تكون مهيله، ما تكونش عافيه مجهده، عافيه مهيله، تقريبا غير واحد 10 ديال الدقائق وتنطفيو عليه. اذا بعد ما مرور 10 ديال الدقائق كما كتشوفوا خرجت الدنجال ديالي او الزعلوك، ودابا كنحاول نمسوه بهذه الطريقه هذه. باش نديرو هاد العملية هادي، متيبقاش يبان هداك الدنجال. إذا كما كتشوفو الدنجال ديالي من بعد ما معستو كيجي على هاد الشكل هدا. إلا نتوما حليتو ولقيتو مازال فيه شوية ديال الما، غتردوه فوق النار وغتبقاو تحركوه حتى يتشرب هداك الما اللي فيه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الزعلوك تاعي، كيجي لذيذ جدا وسريع في التحضير، وكنضيف له القليل من زيت الزيتون من الفوق. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم.
الا عجبتو هاد الوصفه هذه ما تنساوش ديروا لايك، تضغطوا على زر الاشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه. وكنقول الاخت اللي طلبت مني هاد الزعلوك هذا، الاخت ساميه، انني نكون لبيت لها الطلب ديالها. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.